الوطنية للإعلام تستضيف مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ. أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين كافة استعداداتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي التي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 من أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 من أغسطس في الداخل، وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، حيث وجه حسين زين القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق. ومن جانبها استعدت قطاعات الأخبار والتلفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذي ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء الساعة 3 عصرا بقاعة الدور 7 بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.